مروا مع بعضكم في الشارع. في الشارع انا مروح كنا نقضيه وانا مروحين جبدنا طرف فلوس باش نقضيه ونروح. باش تقضي؟ اه باش ناخذ طرف معدنوس وطرف بطاطا وخضره. خضره باهي. سر البذيل سر عباده ولا سر تبذير واستهلاك؟ لا شر عباده تبذير الواه ناكلوا حاجه طريف شربه ووجبه ماكله هكا وكعبه بريك زيد لي مكس قاعد عندك كليستا وتشري و... لا 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 وتنوع. لا احنا نظام الاول شبعانين يا حسرة كلينا وشبعان من قبل شبعانين سنين. لا والله منظمين احنا منظمين قد شعادنا من يوم مش ندخل انتريتي راه شارية بتاع انتريت ناكلوا فيه نخدموا به معناتها قاعد في البريود هذه في الدار تتعبد وامورك واضحه الحمد لله والشكر لله في الدار نقرا شويه مكتب من الله مش برشا مش عمر يضحك عليك هذاك مهبول هذاك الحق معناتها الناس اللي قاعده تو تستهلك اكثر من المدخول نتاعها وهي تسيخ في السياره باش تدير رمضان غلط على طول الخط اللي نظم روحه تو يعرف كيفاش يعيش زيد والدنيا غليت برشا ما عادش كي قبل حتى كان بيتنا يصرفوا واحد الخير موجود والرخص واحد تو غالي يا خويا الدنيا غالي يلزم واحد حتى كان تو في ظل نتاع البارح نزيدوا شربه ولا هذه ونتعشى والحمد لله. شهر سيدي رمضان شهر عباده ولا شهر نتاع استهلاك وتبذير؟ صار نبداو بسم الله الرحمن الرحيم هو شهر عباده شهر التقوى وما يمنعش البشر مش باش يقعد هكا معناها هو صايم معناها من غير ما ناكل لا حد شيء. اما شهر عباده وشهر تقوى شهر تضامن وان شاء الله ربي باركنا فيه ان شاء الله ربي نخرجوا من الازمه هذه ساعه ان شاء الله ربي يعافينا وفي من ربي يشفينا وان شاء الله انا اول حاجه ساعه متاسف عليها لان احنا سنه ما صليناش صلاه التراويح هذه اول حاجه ساعه بصراحه هو شهر عباده وشهر تقوى وشهر تضامن وان شاء الله نخرجوا منها الأزمة هذه يا خويا ان شاء الله نخرجوا منها سلامات وان شاء الله ربي يشفينا ويشفي مرضانا وربي ان شاء الله يرحم موتانا وش نقول لك هذيك هو ما فماش حاجه اخرى وشنو معناها هي فرصه باش نتضامنوا مع بعضنا فرصه نعوضوا العباده بالتضامن مع المحتاجين انا قلت لك انا فما تو شهر تضامن شهر الصبر وشهر التقوى وشهر العباده فهمت كيف وان شاء الله ربي نتضامنوا باش نخرجوا منها الازمه هذه ان شاء الله على خير ان شاء الله نخرجوا منها بتجاس معناها تكاثر الجهود والناس كنا نتضامنوا بحول الله وان شاء الله ربي نخرجوا منها سلامات وان شاء الله ربي يشفينا وربي يعفو بينا وربي يرحمنا ان شاء الله وربي يتقبل منا ان شاء الله. والله الشهر هذا شهر عباده اكثر حاجه. عباده خاطر استهلاك ما تنجمش تاكل كل شيء في الليل فهمت؟ انا الناس تاكل بعينيها ياسر نجم حاجه قليله تكتفي بها فهمت؟ شهر عباده اكثر حاجه عباده. انت تتحكم يعني في الشهوات نتاعك تو تنقص من المصروف؟ نقص صدقني نقص على خاطر السنه عام استثنائي ولا ديما؟ خاطر واحد مش قاعد يخدم مش قاعد يدخل دونك لازم يعمل حساباته. لو كان تدخل تشري؟ لا عادي عادي صدقني عادي مش بفخره راهو عادي خاطر نعرف روحي ما انا قبل واحد ساعه يشري برشا حاجات ويقعد يتفرج فيها يطيش الكل فهمت ما نجمش ياكل كل شيء الواحد معناها يتربى فهمت كل يوم يعرف روحه للحاجة هذيك ما نجمش ياكلها يعني مستحيل يبدا يخزر لك فاش مطيشه في الزبله ويعمل حد شيء شوف ايش ياكل واحد في الليل شويه معناها شويه والباقي معدة قداش باش تهز هي قداش تهز عندها حدود معناها فهمت اكثر هذا شهر عباده راهو شهر العباده لا اكثر ولا اقل تمخميخ راه ما فيه حتى فايده يخلف كل امراض راهو السنه لازم واحد يكون يعرف كيفاش يتصرف تهاو فهم اي معناتها الظروف ما تسمحش السنه باش واحد يبدا خاطر لازمنا نغزروا العباد الاخرين اللي مساكنات في حالهمش عادي وكهو عادي لازمنا نتصرف لازم ترشيد الاستهلاك بيان سور واحد اذا كان حاجه تبدا غاليه مش لازم عليك تاخذها ماهوش حاجه اوبليغاتوار لازمك تعرف كيفاش تتصرف وانت السنه ايش عامله في الكوزين عادي والله يا وليدي عادي ما انا سنه ولا غير سنه انا ديما نتصرف عادي انا نمشي بحكمه ما نمشيش بتهور خاطر فما حاجات نحيتهم من الطاوله ما عادش تحضرهم ما عادش طيبهم
والله فما، مش نقول لك ما فماش، انا مثلا واحده من الناس، انا البريك ما ناكلوش، ناكلوش بالكل في رمضان، 500 برشا حاجات وزيد اون بلوس، معناتها انا ولادي معرسين وراسي راس المسيو، معناتها ما عنديش برشا مصروف، والحاجات اللي نلقاها مش ضروريه ما ناخذهاش، ماهيش اوبليغاتوار علي. نتمنى حاجه برك من ربي ينقصونا شويه ويمشي علينا هالمرض، ما حاجتنا بشيء، ربي ان شاء الله ينحي علينا هالمرض، الناس كلها لاباس عليه، كلها تاكل وتشرب وكلها لاباس عليه، يعطينا بركه لوبيت نحى كل شيء، الحمد لله رب العالمين، فهمت؟ ان شاء الله رمضان مبروك، ان شاء الله نقعدوا كل عام حيين بخير، وتونس راهي اعز بلاد في كامل الجمهوريه، اعز بلاد تونس راه، يكذب عليك راهي كلها الحمد لله يا رب العالمين، ريت الحمد لله، الحمد لله، العشيه كي تمشي تلقى الطول كلها منصوبه وكلها جوها احلى جو، جوها احلى جو راه، فهمت؟ وراس وليدي جوها احلى جو، واللي دوره كاي بالعاني راهو حكايه باش يوسخ صوره تونس وكاهو لاباس علينا، اعز بلاد تونس.